السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين في كل مكان، عاملين إيه؟ وحشتوني. كل سنة وأنتم طيبين. جاية لكم النهاردة من برنامج مطبخ على الهوا، وحشتوني جدا جدا. جاية زي ما تعودنا مع بعض، بنجيب الحاجات اللي احنا بنسمع عنها في المطاعم مكلفة جدا وغالية جدا، بنعملها النهاردة من مطبخ على الهوا بمنتهى السهولة وبأقل الإمكانيات. وكمان الأسئلة اللي جاتني كتير على الحاجات اللي بتقوي المناعة، فانا بقول الخضار الخضار الخضار. فالنهارده جايبه لك كمان نعمل طاجن تورلي للاولاد بمنتهى السهوله، وكمان صحي جدا ولذيذ، وكل الخضار ولادك هياكلوه وهيطلبوه منك كتير ان شاء الله. على طول هنخش في التفاصيل، وهنعمل فتة شاورما النهارده برضو سهله كده ولذيذه، وبناكلها برضو بره وبتعجبنا. هنعمل كل حاجه في البيت عشان صحتنا وصحه ولادنا، ربنا يعافينا. النهارده هعمل التورلي، معايا هعمل طاجن فخار تورلي، فمعايا لحمه مفرومه. الكميه اللي حضرتك عايزاها ربع نص حسب ما حضرتك هتعملي الطاجن بتاعك قد ايه. ومعايا خضار مشكل النهارده، معايا كوسه وجزر وبسله وفاصوليا وفلفل رومي وفلفل حراق، ومعايا البطاطس. ممكن حضرتك تحطي بتنجان، بروكلي، كل حاجه خضار ممكن تدخليها في الطاجن بتاعنا. انا بغير في الطاجن دون، بيتعمل على طول باللحمه، يا اما بنسلقها ونديها غلوه او جربيه بقى النهارده باللحمه المفرومه، ولادك هيحبوه جدا جدا، وهياكلوا كمان اللحمه مع الخضار. يبقى انت اديتيهم البروتين والنشويات وكل حاجه، اديتها لهم في حاجه واحده اللي هو الطاجن. تقدميه كمان على سفرتك، بيشرفك جدا وجميل. هنسمي الرحمن وهبتدي اشتغل على طول. هنزل بالزبدة بتاعتي او استمنح حسب ما حضرتك عايزة، وزي ما تعودنا شوية الزيت معاها عشان الزبدة ما تتحرقش. لازم الوقت ده بالذات ندخل لولادنا او لينا احنا كمان الخضار بانواعه. ففكرة التورلي دي جميلة جدا وسهلة جدا، وكمان بتشرفك جدا لو عندك اي عزومة بتشرفك، وفي نفس الوقت انت ضامنه ان انت اكلتي ولادك الخضار كله واطمنتي عليهم وعلى جسمهم وصحتهم. زي ما احنا متفقين مع بعض، انا بنزل الاول المادة الدهنية وبنزل على طول باللحمة بتاعتي. بسم الله. لازم انزل باللحمة بتاعتي اديها الصدمة. لازم اديها الصدمه كده، وزي ما اتفقنا مع بعض لما بنزل باللحمه المفرومه، لحمه مفرومه طبعا بتاخد اي بكتيريا طبعا من المكنه من الفرم من التقطيع من اي حاجه، فبعمل ايه؟ بنزل بمعلقه الخل اللي بتطمني ان اي بكتيريا عندي تتقتل. معلقه واحده بس هي ضروريه معايا على طول، بعملها مع اللحمه مفرومه وانا بشتغل بيها في اي حاجه. سهله جدا وبسيطه مغذيه، ولادك هيحبوها جدا، حتى اصغر سن في اولادك هتقدري ان انت تدخلي له الخضار وكمان اللحمه. الولاد لما بتبقى قطع خصوصا السن الصغير بيسيبوها، فانت كده ضمنتي ان انت هتدخلها لهم مفرومه، فهياكلوها مع الخضار سواء هياكلوها بعيش او يحطوها على الرز، فهتبقى هياكلوها يعني مش هيحسوا ان هي لحمه تقيله عليهم. هستنى لما اللحمه تاخد معايا لون وبعدين هبتدي اشتغل باقي حاجتي. الاسئله اللي بتجيلنا كتير، عايزين اكل وحاجات تقوي المناعه عند الاطفال او الكبار السن او اي حد عامه. انا بقولك نصيحة لله اهو، الخضار 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 بانواعه والفاكهة بانواعها، فياريت نكتر شوية الايام دي. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم. سهل جدا بسيط، تفاصيله مش كتير وما بياخدش معاكي وقت ولا مجهود. وانا شغاله مع حضرتك، انا حاطه الطاجن بتاعي بيسخن في الفرن،
من غير اي حاجة، الطاجن فاضي بيسخن في الفرن. هي دي اهم تركة عندي، ان انا اسخن الطاجن كويس في الفرن قبل ما اشتغل بيه، ومش هدهنه اي مادة دهنية، هكتفي بالحاجات اللي موجودة عندي. كده اطمنت ان هي اللحمة بتاعتي كلها خدت لون. هسمي الرحمن وهنزل بالفلفل الاسمر وبهارات لحمة، شوية بابريكا، وهحط شوية كمان كزبرة ناشفة، جميلة جدا جدا مع الوصفة دي، حاجة بسيطة يعني. بس كده بلاش البهارات الكتير فيها، مش هحط توم باودر وبصل باودر لان انا هحطهم فريش، فمش محتاجة ان انا انزل. خلاص اللحمة بتاعتي كلها خدت اللون، هسمي الرحمن وهنزل بالبصل بتاعي. بصل زي ما انت عايزة، واحدة اتنين، حسب اصلا رغبتكم بيحبوه او لأ. زي ما حضرتك شايفة كده اهو، هشوح البصلاية بس تشويحة صغيرة كده معاها، واحط فصين توم او ثلاثة مهروسين. بالظبط كده، فصين او ثلاثة بس مهروسين، مش اكتر من كده. يبقى انا حطيت التوم والبصل فريش، ابعدت شوية عن البودر. زي ما قلت لحضرتك عايزة ادخلك كل الحاجات المضادة، كمان ادخل الخضار والغذاء والفيتامين وكل حاجة في اكلة واحدة او في طاجن واحد. اهو كده التشويحة الحلوة الجميلة دي. هنزل بمعلقتين صلصة بوري، وهنزل كمان بصلصة الطماطم او عصير الطماطم، لان هو ده اللي هيسوي لي كل المكونات بتاعتي اللي انا هحطها النهاردة وهشتغل بيها. تمام، عصير الطماطم بتاعي اقلبه كويس. واسمي الرحمن وانزل بعصير الطماطم بتاعي، هو ده اللي هيسوي لي الحاجة بتاعتي كلها. اعمل طاجن، اعمل اتنين، اعمل تلاتة، حسب الكمية بتاعتي. هغطيها واسيبها تاخد غلوة، وهجيب صينية تانية واشوح بقى ايه الخضار بتاعي. انا بحب الاكل بتاعي يبقى متطعم كده، ما بحبش ايه حتى الخضار السوتيه لما بعمله بحبه متطعم، فبحب ان انا اديله التشويحة بتاعته كده. معلقة الزبدة مع شوية الملح والفلفل، واقلب فيهم الخضار، فبياخد نكهة وطعم قبل ما احطه في الطاجن بتاعي. يعتبر تلات ارباع شغل الطاجن هنا على النار، مش هياخد وقت في الفرن لان انا هشوح الحاجة بتاعتي كلها، فمش هياخد معايا ان شاء الله وقت في الفرن خالص. معايا الصينية بتاعتي اهي، ممكن احط دي جوه. هاخد قطعة زبدة زي ما اتفقنا عشان ما تتحرقش منك، معلقه زيت،
الخضار بتاعي زي ما قلت لحضرتك اللي انت عايزاه، اي خضار حضرتك عايزاه بتنزليه، كوسة، فلفل، جزر، كرفس، بروكلي، بتنجان رومي، كل الحاجات دي غذاء طبعا وفيتامين، فأي خضار اللي حضرتك بتحبيه هتنزليه. بسم الرحمن، بسم الله، هنزل الخضار كله، هنزل الخضار كله مع بعض، الفاصوليا والجزر والبسلة، كل الخضار الحلو ده، الألوان الحلوة المبهجة دي كده. ومعايا البطاطس والحاجة اللي ولادك بيحبوها هو اللي بتكتري فيها. هبتدي ان انا اشوحه بقى كده في معلقة الزبدة الظريفة دي، انا مش بسويه، انا بديله بس تطعيمه كده، واحط عليه شويه الفلفل الاسمر بتوعي، فلفل اسمر وملح بس، كتر التوابل ساعات بيضيع طعم الحاجه اصلا، فاحنا عايزين نحس بطعم الخضار وبطعم كل حاجه، فمش هزود في البهارات خالص بتاعتي النهارده. الملح حاجة بسيطة لان انا لسه هملح اللحمة مع الصلصة بتاعتي. هسيبه بس كده ياخد ايه تشويحتين تلاتة كده مع المادة الدهنية بتاعتي، زي ما احنا عارفين احنا بنشتغل في كذا حاجة في وقت واحد، فمش عايزين نقف ونضيع وقتنا على حاجة، فممكن نشتغل في الوصفة التانية معانا النهاردة. أم كريم، ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أيوة أهلا بحضرتك، بس ممكن أطرح حضرتك على اللبن؟ نعم. بالنسبة للبن الجاموسي أنا جبته حضرتك عشان أعمل منه سمنة وجبنة في البيت عشان خاطر الكورونا وكده. سألت قالوا لي اللبن ده ما بيتغليش، طب انا كده مش هغليه، طب الاول مش معقم ولا ايه؟ عاملينه سمنه وجبنه بيتي في البيت قريش، سمنه بلد. هو فعلا اللبن الجاموسي ما بيتغليش، دي حقيقه. طب حضرتك طب كده يبقى كده ملوث ولا ايه ولا؟ لا لا، انت كده كده لما تيجي تشتغلي عشان تطلعي الجبنه منه والحاجه، فانت اصلا هتحطي خل، اصلا هتحطي خل، فما تقلقيش، الخل ده ان شاء الله يعني عارفه سحر بامر الرحمن كده، اي بكتيريا بيقتلها. يعني انت لو شفت انا اشتغلت في اللحمه دلوقتي، اول حاجه نزلتها على اللحمه معلقه الخل، فما تقلقيش من اي حاجه واشتغلي بالف هنا وشفا. شكرا، ربنا يخليك، نورتيني باتصالك. وانا شغاله كده مش هقف على حاجه، هشتغل في الرز البسمتي النهارده، اعمل فتت الشاورما، فهشتغل في الرز البسمتي بتاعي كده، من اسهل الحاجات واللي ولادنا بيحبوها جدا جدا، بيحب ان هم ياكلوها من بره. لا احنا هنعمل كل حاجه في البيت زي ما اتعلمنا في برنامج مطبخ على الهوا، واللي متابعني عارف ان احنا بنعمل كل حاجه في البيت، ما بناكلش بره وما نجيبش حاجه من بره، لا احنا بنجيب المطعم في البيت. احب ان انا اتكلم معاكي عن موضوع الخل، كويس ان ام كريم سالت السؤال بتاعها. يا ريت بقى دلوقتي والظروف اللي احنا فيها حضرتك الخل ده يعني عارفه ما يسيبش البيت خالص، تشتغلي بيه في كل حاجة.
الخل بتجيب البخاخة بتملي التلت خل مدام منال. الو 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 مدام مدام. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، لو سمحت عايز اعرف اللبنه الجبنه والزبده بتتعمل ازاي من لبن الجاموس. حاضر هقول لحضرتك من عينيا. حاضر. بصي حضرتك، اللبن الجاموسي لسه المدام ام كريم تقريبا لسه قافله معانا دلوقتي، هو ما بتغليش للاسف. فاحنا هنعمل ايه؟ هنطلع منه الجبنه. ازاي الجبنه؟ هي اللي ممكن اشتغل بيها على النار. ممكن احط اللبن على النار وهبتدي ان انا اشتغل. بحط اللبن وقبل ما يغلي او قبل اي حاجه انا بحط معاه ربع كوبايه خل. ربع كوبايه الخل ده بتخلي اللبن بيفصل. بنفضل نقلب كده في اللبن بالراحه وهو على النار لحد ما اكون الكره بتاعتي اللي هي الجبنه بتاعتي. عايزه ملح؟ عايزاها جبنه مالحه، ببتدي ان انا املحها وهي على النار هنا. عايزاها ملح خفيف، انا اللي بقدر اتحكم في الحاجه بتاعتي وهي لسه على النار. بس كده بتطلعيها، بتمسك معاكي بتطلعيها بتسيبيها تبرد وبعد كده بتحطيها. استاذ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عامله ايه يا فندم؟ اهلا وسهلا. حضرتك عاوز الوصفه دي بمكونات. وصفه ايه؟ متاسفه يا استاذ علي، كلمنا مره تانيه. استاذه ساميه. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ممكن اسال حضرتك على حاجه؟ اتفضلي. الله يخليك، عايزه اعرف شوربه الشوفان بتتعمل ازاي. حاضر هقول لحضرتك شوربه الشوفان بتتعمل ازاي. مغذيه جدا جدا وفيها سعرات حراريه قليله جدا وبتشبع جدا ومفيده جدا جدا. هقول لحضرتك. حاضر. حضرتك ممكن تشتغلي باللبن وممكن تشتغلي بالكريمه اللباني. انا بقول لو الكريمه اللباني غاليه او كريمه الطهي غاليه يا جماعه، البديل بتاعها الوش بتاع اللبن اللي بنجيبه نغليه من البيت. نفس التكنيك ونفس الطعم ونفس الاستخدام بتاع الكريمه اللباني او كريمه الطهي، هو هو الوش بتاع اللبن اللي بحتفظ بيه لما بغلي اللبن وبشيل الوش بتاعه. هقول لحضرتك تعملي ايه. بنجيب حله على النار وبنحط فيها ماده دهنيه خفيفه، معلقه الزبده او كده. بسم الله. هكمل لحضرتك. حاضر. دقيقه واحده بس، ايه انزل الحاجه بتاعتي هنا. زي ما شايفين مع بعض ابتدت ان هي اهي خدت غلوتين. استاذه صفاء. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بك. اموريني يا استاذ صفاء. لو سمحت انا كنت عندي سمنه وزبده من العيد. كتير يعني، جايبه مثلا 3 4 كيلو زياده. ما شاء الله. عايزه بقى اشيلهم. اشيلهم ازاي؟ اخزنهم. معاكي 4 كيلو زياده ايه؟ سمنه على زبده. عايزه بقى استخدمهم واشيلهم لحد ما استخدمهم. تشيليهم لحد ما استخدميهم في الفليزر. خلاص ماشي. بمنتهى السهوله كده. بس معلش بلاش علبه بلاستيك، احنا هنحتفظ بيهم في كيس. كيس التلاجة وقسميهم كده حسب حضرتك الكمية اللي هتستهلكيها وحطيهم واحتفظي بيها سنة اتنين. ما تخافيش. نورتيني باتصالك حضرتك. وانا بتكلم في التليفون ما عملتش اي حاجة غير اني ملحت اللحمة بتاعتي بالصلصة وهبتدي ان انا انزل بالخضار اهو. ريحة جميلة، يا ريتكم معانا. هبتدي ان انا اسمي الرحمن وهنزل كده. بسم الله. ريحة جميلة جدا. هقلبهم مع بعض وهطلع الطاجن بتاعي وهحطه وهدخله الفرن وهسيبه بقى ايه يستوي كده مع بعض شوية، ويبقى ده احلى
طاجن تولي ممكن تاكليه، ممكن تدخليه بالصينيه كده، بس انا بفضل طبعا التولي او الباميه او كده، او طاجن العكاوي او الحاجات دي، يعني بعز جدا ان انا اعملهم في الطاجن والفخار. اهو كده خلاص الوصفة بتاعتنا بتبقى جاهزة. ممكن ان انا اسيبها تاخد غلوة هنا عشان ما تاخدش وقت معايا في الفرن، ووقتي معاكم بيمر بسرعة جدا، فانا هديها غلوة هنا وبعدين ادخلها الفرن. بسم الله، انا شغالة كل ده على نار عالية، ما وطيتش اي حاجة ومش هوطي. استاذ علاء، الو، علي، 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 استاذ علي، اهلا وسهلا. يا فندم عامل ايه؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ حضرتك الوصفه دي جامده جدا، شوقتيني على الاكل. اؤمرني يا استاذ علي. ممكن حضرتك المكونات، اخد المكونات بتاعتها؟ معلش تاني يا استاذ علي، ممكن توصفي المكونات بتاعتها؟ طريقه ايه؟ توصفي المكونات بتاعتها. المكونات بتاعت النهارده التورلي بتاعي. حاضر، من عناية الاتنين يا استاذ علي، شرفتني باتصالك. النهارده يا استاذ علي معانا التورلي عشان ندخل الخضار، طبعا في الوقت ده كلنا محتاجين الخضار والحاجات المفيده. فعملت ايه؟ جبت الخضار بتاعي اللي انا عايزه اشتغل بيه، اشتغلت بكوسه واشتغلت بجزر واشتغلت فلفل رومي وفلفل حامي، واشتغلت بطاطس وكوسه وبسله وفاصوليا، كل الخضار الحلو ده اشتغلت بيه النهارده، واشتغلت ببصل وبتوم. حطيت شوحت اللحمه المفرومه الاول مع الماده الدهنيه، اديتها صدمه ونزلت عليها بمعلقه خل عشان اقتل اي بكتيريا موجوده معايا، ونزلت عليها بعد كده بمعلقه صلصه وبطماطم، صلصه طماطم كمان، وشوحتهم مع بعض كويس، وابتديت ان انا اسيبها تاخد غلوتين. في نفس الوقت رحت شوحت الخضار في معلقه زبده وشويه ملح وفلفل عشان الخضار بتاعي يبقى متطعم كده وجميل. بس بعد كده خدت غلوه، حطيت الاتنين على بعض وغطيتهم زي ما حضرتك شايف، ودلوقتي هفتح عليهم حالا، بس شغاله في الرز وهدخلها الطاجن في الفرن. استاذه اميره، الو، انا معك طبعا يا شيف، ممكن رقم تليفونك؟ حاضر، في الكنترول حبيبه قلبي، اتفضلي خديه. ماشي، نورتيني باتصالك يا امير، من عينيا. بس يا استاذ علي، وخلاص هفتح على الصينيه بتاعتي، والطاجن عندي في الفرن سخن جدا، حطاه من بدري يسخن كويس، وهبتدي ان انا ادخل الطاجن بتاعي الفرن. وانا شغاله ما بنقفش على حاجه، بنشتغل في كذا حاجه. هعمل فتت شاورما، فقلت ايه بدل ما انا واقفه كده اعمل ايه شويه الرز بتوعي الحلوين. حطيت ماده دهنيه، سمنه وزيت زي ما حضرتك عايز تشتغلي، ونزلت بلومي وقرفه وورق لورا وحبهان وكركم وكاري، ونزلت بكوبايتين رز بسمتي، وهسيبهم كده ايه يتشوحوا مع بعض شويه كده في الماده الدهنيه بتاعتي، واطلع الطاجن ونشتغل زي ما احنا متعودين مع بعض ان احنا بنعمل نشتغل في كذا حاجه في وقت واحد. معلومة بقى، أول ما تدخلي الطاجن الفرن يسخن كويس جدا، يسخن يسخن يعني، مش يسخن بس، يسخن كويس قوي. أنا هبتدي لازم أحط حاجة تحتي، أي حاجة بشتغل فيها في الفرن لازم أحط حاجة تحتيها، فار، عمل، أي حاجة دي مقدور إن هي تتغسل أو تتعمل، وما بوصي الفرن بتاعتي. يبقى أنا النهاردة الطلبات اللي جاتلي بحاول إن أنا والله ألبيها طلب طلب. عملت النهاردة او شغالة فتة الشاورما، وعملت طاجن التورلي، الاكل الصحي جدا جدا جدا، المغذي جدا جدا لولادنا زي ما حضراتكم شايفين كده، ريحته في منتهى الجمال وطعمه ان شاء الله هيكون احلى.
سبته كده خلاص خد الغلوتين مع بعض. هبتدي ان انا هنزل في الطاجن بتاعي سخنه. استاذة شيماء. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. انا معجبه بحضرتك جدا على فكره، انا اول مره اشوف البرنامج النهارده. ده شرف ليا. تسلمي تسلمي يا رب. بعد اذنك لو سمحت بس انا عايزه طريقه الزلابية. حاضر، من عيني اقول لحضرتك حالا عليها. نورتيني باتصالك حبيبتي، شكرا لذوقك. اهو كده هبتدي اسمي الرحمن وهاخد هي دي بقى ايه التش دي اللي في الاول، هو ده الطعم كله بتاع الطاجن بتاعي. سبحان الله بتفرق كتير ان انا اعملها في صينيه او اعملها بطاجن، لا بتفرق كتير جدا جدا. الحاجه الاكل في الفخار تحفه وصحي، توكلي على الله وسمي الرحمن وقومي اعملي لهم طاجن التولي الجميل النهارده ده. ويا ريت بقى ايه ما نكترش في الملح كده في اكلنا، ونظبط السكر بتاعنا، نظبط كل حاجه كده عشان نحافظ على صحتنا وصحه ولادنا. وتاني الخل الخل الخل، اوعي يسيب بيتك الخل، تنضفي بيه وتعقمي بيه كل حاجه. الخضار بتاعك، الخضار ده مغسول بخل، كل حاجه تعقميها بالخل دون، يعني سحر الصراحه. معلش عايزه شويه صوص بقى من ايه من اللي تحت كده. بس الطاجن قلي بقى كفايه كده، فايه خلاص حلو قوي كده. ودول ممكن ادخلهم في اي بايركس كده اللي معايا يكملوا السوا بتاعهم. بسم الله. خلاص بص الطاجن اهو معايا زي الفل، هدخله بقى ايه الفرن. يبقى انت عملتي احلى طاجن تولي وتاكليه بره، مش قادره اقولك يعني. وتقدميه بقى جنب شويه رز ابيض كده او عيش بلدي، وبالف هنا وشفا. هدخله شويه من تحت ياخد بس الغلوتين بتاعه مع الفخار، وبعد كده اشيل الفويل بتاعه ياخد وش من فوق، ويبقى خلصت احلى طاجن. ام شريف. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. لو سمحتي بالنسبه للخل للتعقيم، لما اجي اغسل الفراخ بيثبت الزفاره ولا بيطهرها؟ ما بيثبتش الزفاره. هقول لك انا ازاي بقى ايه نستخدم الخل مع الفراخ بالذات. الفراخ بالذات عشان الزفاره. بالظبط كده، هو برضو ايه سحري جدا مع الفراخ. هقول لحضرتك. عينيا. حاضر. حلو. الفراخ جبتيها غسلتيها كويس جدا، بلاش بقى ان انا ايه هدعكها بميه وملح وكده لا بلاش. ماشي، انا غسلتها كويس قوي، وبعدين جيت رحت جبت البوله بتاعتي كبيره او الطبق البلاستيك او الحله او الصينيه ايا كان اللي حضرتك هتنقعي فيه الفراخ. هنا انا نزلت باربع كوبايات ميه على كوبايتين رز بسمتي عشان يلحق يستوي معايا، واكمل لحضرتك الفراخ. خلاص انا كده غسلت الفراخ كويس، جيت بقى رحت جبت طبق كده مليان ميه ونقعت فيه الفراخ. عملت ايه؟ حطيت نص كوبايه خل على الطبق اللي انا مليته ميه ده، حطيت نص كوبايه خل وحطيت ليمونه او ليمونتين زي ما حضرتك عايزه. عملت ايه؟ عصرت الليمونه كده ورميت القشره جوه الميه اللي انا نقعت. وسيبيها بقى واتفرجي حضرتك، حتى لو انتي غسلة الفراخ دي 100,000 مرة، اتفرجي حضرتك على اللي هينزل من الفراخ دي من محلول النقع اللي انتي عملتيه من غير ملح، من غير ملح تاني، من غير ملح. لا انا حطيت خل وليمون عصرته كده
وسبتها. ما عندي ملح ليمون، ممكن احط عندي ليمون، بس انا بفضل طبعا الليمون الفريش، ان انا اعصرهم واسيب القشر كمان معاها في الميه، وتفرجي احلى فراخ ومن غير زفاره ومن غير اي حاجه، وصحتين وهنا على قلبك. هنا انا عملت ايه، دخلت الطاجن الفرن، التورلي الجميل بتاعنا النهارده ريحته الجميله دي، وهبتدي ان انا اشتغل في فتة الشاورما. حاجة سهلة جدا جدا، بسيطة جدا، ما بتاخدش معايا وقت ولا مجهود. مكونات فتة الشاورما سهلة جدا، معايا عيش شامي. عيش شامي جبته قطعته مربعات كده، ممكن احطه في صاج او صينية وادخله من غير اي مادة دهنية تحت الشواية في الفرن، مش تحت، لا تحت الشواية في الفرن، واخد بالي ابتدي كل شوية ان انا اقلبه عشان ما يتحرقش مني. ده حل. الحل التاني ممكن ان انا اقليه في الزيت زي ما بقلي البطاطس بالظبط، ماشي، بس ده بيبقى يعني الصراحة ايه شارب ايه شوية زيت شوية، فلازم يطلع على مناديل كتير ويتصفى كويس جدا من الزيت بتاعك. فالحل اللي يريح حضرتك هتعمليه، حل الفرن كويس جدا، بيطلع كويس جدا ومقرمش جدا، المهم ان انتي تاخدي بالك منه. استاذة فاطمة، الو، اهلا وسهلا. ايوه كيف يا عاملة استاذة فاطمة؟ اه معاك يعني. اهلا وسهلا. ايوه حضرتك، انا كنت عايزة طريقة مش سامعاها. حد سامعها؟ طب يقول لي بتقول ايه؟ بقول لك حضرتك على طريقة كبده حلة. سامع يا حسيني؟ مكرونة بشاميل؟ من عينيا، حاضر يا استاذة فاطمة، اموريني، حاضر من عينيا، شرفتيني باتصالك. الرز اهو بيغلي، اول ما يتشرب هبتدي ان انا اوطي النار عليه. هعمل ايه، هستنى ايه الشباب كده ايه يجي ياخدوا الصينيه دي يغسلوها ويجيبوها عشان اشتغل فتة الشاورما السهله البسيطه بتاعتنا النهارده. والمكونات بتاعتنا عباره عن ايه، اتكلمت عن العيش الشامي اهو، حضرتك ما تقلوش في الزيت، تحطيه على الشوايه وتقلبي شويه كل شويه من غير اي ماده دهنيه، وتقلبي كل شويه وهيطلع معاكي ناشف ومقرمش وفي منتهى الجمال. عايزه تقليه زي البطاطس كده وتصفيه كويس، طلعيه على مناديل، كل حاجه اللي انت عايزاه والمتاح لك. حاضر. الاستاذة اللي سألتني على الزلابية هجاوب حضرتك، حاضر، الزلابية من اسهل الحاجات اللي ممكن تتعمل في البيت، اهم حاجة ان انا هسويها على مرتين عشان تطلع معايا كريسبي وايه ومقرمشة كده وجميلة. هقول لحضرتك ازاي. بجيب كوبايتين دقيق بنخلهم كويس، كوبايتين دقيق بنخلهم كويس، عليهم معلقة سكر وعليهم رشة ملح وعليهم معلقة خميرة فورية او قطعة صغيرة من الخميرة البيرة لو انت جبتيها من الفرن، تمام. بعمل ايه، بدوب الخميرة مع نص معلقة سكر، انا حاطة في المقادير معلقة، بدوب نص معلقة سكر مع ربع كوباية مية دافية ومعلقة الخميرة بتاعتي، بدوبهم وبعمل التست زي ما احنا اتفقنا مع بعض ان احنا بنعمل تست للخميرة على طول مع بعض. خلاص سبتها تتفاعل، غطيتها عشان تتفاعل معايا الدقيق اهو. احط عليه ايه بقى، احط عليه معلقه نشا واحده على كوبايتين الدقيق، احط معلقه نشا واحده عشان تبقى كريسبي. مش هحط بيكنج باودر، لا مش هحط بيكنج باودر، هقلب كويس المقادير دي مع بعض، النشا مع رشه الملح مع نص معلقه السكر اللي باقيه من المعلقه بتاعتي، هقلبهم كويس. والخميره بتاعتي خلاص خمرت اهي، فارت يعني شغاله نشطه، هبتدي ان انا اشتغل بيها على طول وانزلها على الكوبايتين الدقيق بتوعي. شكرا. ممكن تعطي لي بوتاجاز معايا؟ بس كده. خلاص هبتدي ان انا اعجن بميه دافيه، هعجن بميه دافيه مع بعض، يبقى كده خلاص
اسيبها ان هي تخمر وترتاح مع بعضها لحد ما تعمل فوم. اهم حاجه وانا بعجنها العجينه بتبقى سايله في ايديا، سايله كده، بس مش عجينه كريب ولا كيك، لا بتبقى احسن من كده شويه او اتقل من كده شويه. باجي بقى بمعلقه صغيره وجنبي طبق ميه او طبق فيه شويه زيت وابتدي ان انا اشتغل. هعمل ايه؟ هنزل اخد كده بايدي واخد كده في زيت سخن وابتدي ان انا اشتغل واحط في الميه واخد كده واعمل، هطلعها هسيبها تبرد تماما وبعد كده هبتدي انزلها الوش التاني معايا. وكده بتبقى معاكي احلى زلابيه، بتحطي عليها سكر، بتحطي عليها عسل، بتنزليها في سيرب العسل اللي انت عايزاه، ده متاح وده متاح، وهي بمنتهى السهوله. وكوبايتين دي بيعملوا لك صينيه محترمه. وبألف هنا وشفا. هبتدي بقى ان انا دلوقتي هشتغل في الشاورما بتاعتي او فتة الشاورما السوري. فتة الشاورما السوري بتعتمد على 3 حاجات او 4: الرز والعيش المحمص بتاعي والفراخ. اهي الفراخ دي انا تبلتها من امبارح. عملت ايه؟ جبت الفراخ البانيه الصدور قطعها رفيع. طيب هرد على ام علا وبعدين اكمل. الو الو، اهلا وسهلا. كويسين؟ اهلا وسهلا، نورتيني. اموريني يا ام علا. متأسفة جدا، اطلبيني معلش مرة تانية. بس هكملك بقى الشاورما. شكرا لاتصالك. هكملك الشاورما اهي، قطعتها رفيع كده وبعدين نزلت عليها بمعلقة خل وعصير ليمونة. المفروض الوصفة دي ان انا احط معاها صويا صوص، لا انا محطتش صويا صوص، انا اشتغلت النهاردة بالمستردة بتبقى احسن بكتير. محطتش معاها زبادي، محطتش لبن رايب، محطتش لبن عادي، بس صدقيني زبادي، بس صدقيني بتطلع طرية وفي منتهى الجمال. بس انت اهم حاجة ان انت تسيبيها وقت طويل جدا في التتبيلة، فانا ايه عملتها من امبارح عشان نشتغل بيها النهاردة. ملح وفلفل وكزبرة، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وشوية كاري او بلاش كاري، بهارات فراخ، ونزلت بمعلقتين مستردة. ام علا الو، انا كنت عايزة اسأل على وصفة المحشي. وصفة اللحمة، المحشي، المحشي. حاضر، من عينيا، بس كده ونعملولي كمان على الهوا. اموريني. بس كده هو ده الموضوع بتاعي النهاردة، ما عملتش اكتر من كده. التتبيله اللي انا قلت لحضرتك عليها وسبتها تعيش مع نفسها كده ايه في التتبيله وقت كافي جدا، هو ده التكنيك او الشغل بتاع الشاورما. عندي هنا الصينيه بتاعتي او الطاسه بتاعتي السخنه، هنزل كده بالماده الدهنيه بتاعتي اللي حضرتك عايز تشتغلي بيها، زبده، زيت، سمن، اي حاجه. خلاص الرز اهو بيتشرب معانا. اهم حاجه ان هي تسخن كويس جدا جدا عشان ابتدي ان انا اديها الصدمه بتاعتي. بس يبقى تكنيك فتت الشاورما، الرز، الفراخ، الاستاذ اسامه. الو، ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. انا فندم. اهلا وسهلا استاذ اسامه، منورني. اهلا وسهلا. اي سؤال يا استاذ اسامه؟ انا حضرتك فندم كنت عايز اسال عن كباب اللحمه. شاورمة اللحمه؟ كباب اللحمه. معلش التلفزيون عند حضرتك عالي، بس لو توطيه عشان اسمع. توابل اللحمه؟ حاضر، من عينيا يا استاذ اسامه، نورتني باتصالك. كده الماده الدهنيه سخنت معايا قوي، هبتدي ان انا اعمل للفراخ بتاعتي الصدمه اللي هي خليها تحتفظ بالعصاره بتاعتها وتبقى ايه جوس كده قوي وطريه معايا.
بسم الله. ما بتاخدش وقت خالص ان انا هشوحها بس كويس. هتغير بس لونها وهنزل عليها بباقي المكونات. على ما تغير لونها هشتغل بسرعة في الدريسنج اللي انا هحطه عليها او الصوص اللي انا هحطه عليها. سهل جدا وبسيط وما فيهوش اي حاجة. عندي علبتين زبادي، عندي معلقة مايونيز او نص معلقة مش كتير، ممكن تحطي طحينة لو عايزة، وهحط شوية ملح وشوية فلفل. استاذ رمضان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا. اهلا بيكم. امرني يا استاذ رمضان. لا بس انا مش تابع البرنامج. امرني يا استاذ رمضان مع حضرتك. الو. مع حضرتك يا استاذ رمضان. اتفضل سمع حضرتك. متأسفة جدا، اتصل بيا مرة تانية. انا هنا نزلت بالزبادي والمايونيز ونزلت بالثوم وملح وفلفل بس مش اكتر من كده. ممكن انزل كمان بشوية خل. واقلب الفراخ بتاعتي كده. يبقى ممكن ان انت تعملي كذا وصفة وكذا حاجة في وقت واحد. اهو الرز معانا ابتدى اهو يتشرب ان شاء الله. خلاص وبص على الطاجن شغالة اهو عامل الدنيا. نحطها على نار اعلى شوية. مش هحط اي بهارات بقى لان انا متبلة الشاورما بتاعتي من امبارح، فحاطه فيها كل التوابل بتاعتي، فمش مش هحط عليها اي حاجة تانية. اهو هبتدي انزل بالبصل، شوية بقدونس صغيرين وشوية فلفل رومي. هجاوب على المكرونة البشاميل لان جه سؤال تاني دلوقتي على صفحة البرنامج على المكرونة البشاميل. حاضر من عناية الاثنين. معايا المكرونة القلم مسلوقة، اللحمة بعصجها. بنزل الاول مادة دهنية وانزل على طول باللحمة بتاعتي ومعلقة الخل اوعى ننسى. وهنزل معايا بالبصل المحترم كده المبشور الكتير، وحابه تحطي صلصه معاها تمام، مش حابه دي حاجه ترجع لك. اهو كده ماشي. هبتدي بقى ان انا اشتغل. يبقى انا خلصت سلقت المكرونه. ام شريف. الو. معلش عطلت. لا ابدا ولا يهمك، اموريني. الله يخليك. بالنسبه للخل لوحده من غير عصرة الليمون يثبت الزفارة في غسيل الفراخ؟ اه اه يعني ما عنديش انا ليمون، احط خل؟ ما فيش مشكلة. ما تحطيش الزفارة؟ اه ما تحطيش ليمون، حطي خلي بس بيها وقت طويل شوية في النقع اللي انا قلت لحضرتك عليه، يعني ما تستعجليش عليها، سيبيها شوية في مادة النقع دي بس. هو الخل كافي جدا ان هو ما تشملهاش اي زفارة. اصل سمعت حد قبل كده بيثبت الزفارة. لا الخل الخل كفيل لوحده، بس زي ما قلت لحضرتك ان انت ما تحطيش معاه ملح، ان انت ما تحطيش معاه ملح، كفيل جدا ان هو يخلي يعني لوحده من غير الملح. لوحده من غير الملح ما يعملش اي زفاره في الفراخ، ده كفيل جدا ان هو يخلي لك الفراخ بتاعتك زي الفل وما تشميش اي ريحه. ما عندكيش ليمون عادي اشتغلي، انقعيها بالخل بس كتري الخل شويه، وسيبيها كمان
حبه كده محترمين. ماشي، نورتيني باتصالك حبيبتي. هسيبها بقى ايه شويه كده مع نفسها تاخد شويه كده، بس انا ممكن اضيف لها شويه ملح عشان الخضار اللي انا حطيته، وشويه فلفل اسود. وهبص على الطاجن بتاعي اللي في الفرن، هبتدي ان انا اشيل الورق من عليه عشان ياخد وش كده ظريف معايا. زي ما قلت لحضرتك ان لازم تحطي حاجه تحتيه، صينيه، ورق فويل، اي حاجه عشان الدنيا بتاعتك ما تتبهدلش في الفرن، لان هو بيغلي مع بعض كتير. هبتدي ان انا ايه احضر حاجه الشاورما. يبقى انا عملت الدريسنج بتاعها اهو، او اللي انا هحطه على وشها اهو، الصوص بتاعها زبادي، مايونيز، خل، ملح وفلفل وفصين ثوم. في ناس بتسميها تومية بس ماشي يعني، بس هي مش تومية طبعا، بس هو ده الدريسنج اللي بيتحط ايه عليها، او ليها كذا نوع صوص بيتحط عليها من فوق، فانا بفضل النوع ده خف جدا ومن اسهل الحاجات. وبكمل لحضرتك المكرونة البشاميل مش نفسي عشان بتبعت على صفحة البرنامج عليها. البشاميل لو انت البشاميل اللي بيكلكع منك على النار، يبقى ممكن تشتغلي بيه على البارد، ان انا احط كل معلقه سمنه احط لها معلقه دقيق، كل معلقه سمنه احط لها معلقه دقيق، احط مثلا 4 معالق سمنه، 4 معالق دقيق، نص كيلو لبن. تقيل مني شويه، هكمل بقى بمرقه شوربه يعني، او هكمل بميه، يبقى نص لبن ونص ميه عشان برضو التكلفه ما تبقاش عاليه. عندي كريمه لباني ممكن احط، ما عنديش ممكن احط معلقه قشطه عليه، بتدي كمان لذاذه وطعم كده جميل فيه. بنزل الاول بالماده الدهنيه، وبعدين عليها الدقيق، وبعدين انزل باللبن وابتدي اقلب. لو كلكع ما تخافيش، انزلي بالماده الدهنيه بالميه بتاعتك او الشوربه او اي حاجه بتفكيها بيها، ما تسكتش كلكعت معاكي اكتر، طلعيها على الخلاط اشتغلي بيها، ما ترميش حاجه، ما فيش حاجه ما لهاش حد. حضرتك مش عارفه تشتغلي البشاميل، لا يبقى انت هتعمليه بره على البارد. هقلب كل المكونات اللي انا قلت لحضرتك دي على البارد، وبعدين ابتدي ان انا ارفعها على النار واقلب، فيبقى مفيش حاجه هتكلكع معايا ان شاء الله. معلش هبتدي بقى ايه كفايه كده عشان الوقت بتاعي ان انا اخد الرز. بسم الله. لو حضرتك حابه ان انت تحطي العيش من تحت وبعدين عليه الرز تمام، مش حابه زي كده، انا بحب طبعا على الجناب عشان العيش ما يتهريش ويبقى محتفظ بالكريسب بتاعه، القرمشه بتاعته، فبفضل كده. بسم الله. بسم الله. احط كده. بصي حضرتك ما ارمش ازاي، زي ما قلت لك على الشوايه مش على الفرن، من تحت مقرمش وجميل. عايزه تحطي معلقه زيت تمام، او معلقه سمنه، زبده، اي حاجه، بس حتى لو ما حطيتيش وايدك فيه هيطلع متحمر وزي الفل. اهو زي ما حضرتك شايفه فتت الشاورما من اسهل الحاجات، والولاد جدا بيحبوها جدا جدا، وبنشتريها بره غاليه جدا جدا. نعملها النهارده في البيت بمنتهى السهوله، ومش هتكلفك كتير ولا اي حاجه. معلش عشان وقتي معاكم مضطره ان انا هاخد الشاورما كده، بس كان المفروض ان انا استنى عليها شويه،
بس هي كده تمام، لان اصلا الفراخ متقطعه صغير وما بتستحملش اصلا سواها على النار. بسم الله هنبقى الشاورما الجميله بتاعتي كده. حاضر، اهو ادي فتت الشاورما الجميله بتاعتنا بألف هنا وشفا. احلى شويه فتت شاورما سوري كمان. ادي الطبق معانا، وهي هطلع بسرعه بسرعه ايه الطاجن بتاعي. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، سخن جدا. اهو ادي الطاجن معايا النهارده. يبقى عملنا حاجات بمنتهى السهوله وما كلفتنيش كتير اهو. هاخد كمان من الطاجن اهو بتاعي وهقدمه مع شويه رز ابيض وبالف هنا وشفا. ريحته تحفه، ويا رب اكون قدرت اوصلك ولو اي حاجه بسيطه عشان صحتنا وصحه ولادنا. اهو سامحوني سخن جدا. وكده يبقى انا قدمت النهارده الحلقه بتاعتي، عملتلك فتت الشاورما وعملتلك طاجن التورلي الجميل جدا اللي فيه كل الخضار. اهو زي ما انتم شايفين كده خلصت معايا النهارده الحلقه بتاعتي، مرت بسرعه بسرعه كالعاده، بس عملتلك احلى شويه طاجن او تورلي معانا باللحمه المفرومه. جربيه مش باللحمه الصحيحه، هيعجبك جدا جدا وهيعجب ولادك، وسهل وبسيط وما بياخدش وقت ولا مجهود، ودخلنا الخضار فيه. وعملتلك النهارده فتت الشاورما بمنتهى السهوله معانا. ان شاء الله اشوفك في حلقة جديدة سهلة وبسيطة من مطبخنا، برنامج مطبخ على الهوى مع الشيف اسماء، من احلى قناة، قناة الصحة والجمال. والسلام عليكم.